واخيرا لقيت حل لحبايبي وجمهوري اللي بيجي من القاهره او بيجي من محافظه وبيقول لنا يا باشمهندس انا معايا ضيوف وعايز اكل سمك وقاعده رشح لنا. كنت بجد صعوبه لان الناس مش عايزه تخش تاكل جوه سوق السمك بالانصاري لاسباب عده. لا يا جماعه انا بطمنكم من خلال خليها سمك النهارده مطعم وبيع اسماك. حضرتك هتيجي تنقي اللي انت عايزه بالميزان اللي انت عايزه، عايز ربع كيلو 8 كيلو كيلو حسب المجموعه اللي معاك، هيتم تصنيع طلبك حسب ما انت هتبلغه للشيف. شيف مكة هياخد منك الاوردر ويصنعه لك زي ما انت عايز. هتشتري السمك بسعر الفرش وبعدين هتخش هتقعد قاعدة جميلة رايقة، هتقعد هيتعمل لك الاكل والخدمة، راجل مش هياخد منك حاجة، هتقعد خدمة ببلاش والمصنعية هتبقى ايه بسيطة حسب التسوية، حسب التسوية شوي حاجة قلي حاجة سنجاري حاجة كلها حاجات، ودي خدمة بيقدمها الحاج احمد مطعم خليها سمك النهارده. وكل التوفيق لحبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي واعزائي مشاهدي ومتابعي قناه جوائز السويس، زي ما عودتكم في الفتره الاخيره ان مفيش محل ان شاء الله بيتفتح وبيكون بادئ بدايه الا ما بعرفكم عليه، والحكم في الاول وفي الاخر لحضراتكم، وانا مش بدعم غير جمهوري جمهور قناة جوار السويس. الفيديو ده معمول ليكم انتوا، حضراتكم اتفرجوا وشاهدوا واحكموا، واللي بيخزل بيخزل نفسه واللي بيغش جمهوره بيغش نفسه، والجمهور مش خسران حاجة. صاحب المحل عنده محل واحد، حضرتك عندك 1000 محل. احنا في شارع ناصر بجوار مدرسة الفندقية وامام البنك التجاري الدولي السي اي بي. مجرد ما تدي ظهرك للبنك هتخش على المحل اللي احنا بنصوره النهارده، محل خليها سمك النهارده، وشعار بيرفعه الاستاذ احمد صاحب المحل: ان ارضيناك فتحدث عنا وان لم نرضيك فتحدث الينا، يعني ابعت رايك واحنا نعدل ونشوف ايه المطلوب يبقى في صفك. طبعا المحل بواجهته باترينه عرض بسم الله ما شاء الله جميله استانلس، كلها ذوق وكلها دقة في العمل. الأسماك المعروضة قبل ما نبدأ طبعا يهمكم تعرفوا صاحب المحل ونتعرف عليه. السلام عليكم، عرف نفسك. أحمد شهرة، صاحب قناة، صاحب المحل خليها جت منين فكرة خليها سمك النهاردة؟ والله احنا حبينا نختلف شويه عن الناس، يعني دورنا على اسماء كثيره لان الاسماء كثيره موجوده، فاحنا النهارده اخترنا اسم يعني مختلف خالص يعني شويه. وانت في بيتك وانا في بيتي؟ بنشجعك. الله، لا واحنا انا في بيتي وانت في بيتك، بتقعد مع اسرتك، ايه رايك يا اولاد؟ ما نخليها لحمه النهارده، خليها سمك النهارده. فانت كلمه خليها سمك النهارده في منتهى الرقه وفي منتهى الجمال في اختيارك، دي مبشر خير. طبعا يا جماعه المحل، وادي تليفون ماشي التليفون ده يا استاذ احمد مش كده؟ ده تليفون وفي تليفون تاني، ونكمل مع الحاج احمد ابو مريم، وهو من طبعا بيسميها كمان يا جماعه اسماك ابو مريم. الفاترينه جميله يا حاج احمد، ونبدا مع بعض. الكاليماري مواصفاته انا قلتها ان هي متطبقه مش منفوخه، الجلدة بتاعتها فاتحة مش محمرة ولا متسلخة، والعين
صحيح. هل ناقص حاجه اقولها ولا انا قلت كل حاجه؟ هو كده كده اصلا يعني النهارده احنا لسه اعتبر اول يوم، وان شاء الله زي ما قلنا استاذ احمد قال في الاول انا ارضيناك فتحدث عننا. تمام، لكن انت بتوعد السوق يمشي، المراكب تيجي وكل يوم؟ اكيد طبعا هيبقى في اصناف ثانيه واسعار ان شاء الله في حسب سعر التسوق بامر الله. ادي كاليمار يا جماعه، بصراحه يعني لولا يعني الواحد يقول لك كده تتاكل ني يا ابو حميد. صح، اسعارها ايه دي يا ابو حميد؟ 180 يا جماعه، ده اسعار طازه مش شاربه ميه، يعني نخصم تلت السعر ده ميه، لكن هو بيبيع لك بدون ميه. الجمبري ده يا ابو حميد بقى حكايه وروايه، وانا لازم اديله حق. ده احسن من الاماراتي مليون مره. ليه؟ اولا طازه، ده بتاع مزارع الجيش يا جماعه، طازه، واللي جربه في اذا كان في شوي او فاهيتا او اسبانيش. تعال هنا بقى يا ابو حميد. طبعا الشيف يقول لك الجمبري ده ممكن تعمل ايه؟ الجمبري ده انا كراجل ست بيت او صاحب بيت، ده اللي تعمل مقلي، مشوي، بطر فراي، تعمل شرب سي فود، على وش الشيفور بتاع الرز الصياديه. لكن انا بقول ان الجمبريه دي ما بتتغيرش لما بتتحط في النار. لا 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 لا، لا بتجلد ولا بتتحجب، دي مسكره. الله ينور عليك، مسكره جميله حلوه. جمبريايه جمبريايه بتبان في ايه؟ انت راجل شيف طبعا، بتريحك في الشغل. تمام، تمام، جميل، وبتدي نتائج حلوه. حلو، ومحدش بيشتكي منها، مسكره وجميله. تمام، ده الجمبري نتابع الاسعار يا جماعه. تمام. عارف الاسعار؟ تعالى. طيب دي واحده يا جماعه، الاستاذ احمد بيحاسب ناس على طلبيه. الجمبري ده عم احمد عامل 280 بالتسويه بتاعته. بالتسويه بتاعته. يعني لو خصمنا التسويه انا هاخده كده واعمله مع نفسي 250. كابوريا اناتي. كابوريا اناتي دي مطرحها كلها الواحده كانت عامله. بص يا جماعه نمره واحد. البطروخ باين يا جماعه، السفار بتاعه اهو. دي اناتي. دي نيكي كده لوحده. دي سبعه في الكيلو او ثمانيه صح؟ مطروحة. بكام ده؟ كابوريا؟ كابوريا الاناتي. ده عامله 170 بس يا عم. 170. طب الدكورة الجميلة دي؟ الدكورة دي بالمتر. الدكورة دي بالواحدة. الله ينور عليك، الله ينور عليك. دكورة، لحم الدكورة يا جماعة تاكله دلوقتي مسكر، وخاصة لما يكون الكابوريايا رفعت دراعاتها فوق كده. كابوريايا تعرف انها طازة. 5 6 في الكيلو يا عم. 5 6 في الكيلو بكام؟ الدكورة 130 بس عم. 130. نرجع بقى لمعشوقة كل الجماهير في المحافظات، إذا كان السويسة ولا القهروية ولا جميع المحافظات. حارة صومات مكرونة. حارة، بسم الله ما شاء الله، أو المكرونة بكام الحارة؟ ده ب 130. 130 ده سعر ثابت يا جماعة. لوت اي نعم مزارع، بس ايه حاجه منوره والعين بتقول انا الله ينور عليك. الحجم ده كشيف بقى يمشي سنجاري حلو؟ يمشي سنجاري حلو، يمشي مقلي يعني. ممكن بعد ما يتنضف يا جماعه يتعمل جزل، يتعمل سنجاري، وتعمل سنجاري، وممكن شوربه صياديه، وشوربه صياديه، وممكن طاجن وبطاطس. تمام، تمام. يعني سمكه اللوت دي متعدده، متعدده ايه، بس هو الافضل لسمك المزارع الشوي. الشوي سنجاري. حلو قوي، تحفه في السنجاري. صح كده؟ لكن لو بلدي شكل زي ما انت عايز. تمام. متفقين؟ تمام. يعني خدوا يا جماعه اشووه، اعملوا سنجاري. البربوني الناس اللي كانت سالتني. البربوني البلح ده. ونيجي عند البربوني. البربوني الافريقي ده. في فراويلة. ده البلح يا عم. ده البلح. بصوا يا جماعه الجمال بتاع البربوني. مطروخ وهو يا جماعه يعني. بعد كده في ميزه النهارده، بتاكل جمبري مش بتاكل سمك. معروف عن البربوني انه ما بيتغذاش غير على الجمبري.
الجمبري البربوني ده يا جماعه ممتاز جدا في القلي، والشوي بينشف بس هو احسن حاجه للقلي. سعره 120 يا جماعه، 120. اللوت كام قلنا؟ اللوت قلنا 145. 145 يا جماعه. الملص وجمال الملص، وناس اللي غاويه سمك طواجن او شوربه وناس عملت فنجاري، والله فنجاري جميل. شوربه صياديه حمراء او بيضة ومقلي وطاجن بالبطاطس في فرن. بكام الملص النهارده؟ 170. 170. الشعور الشعور يا جماعه الاصفر السويسي بسم الله تبارك الله. احجام تقريبا كيلو او كيلو حاجه بسيطه، صح كده؟ كيلو، كيلو وربع. كيلو وربع، كيلو 200 جرام. بكام ده؟ 200 ده. الشعور ب 200 جنيه. انا وجهه نظري يا احمد، انا مش هظلمك، انت سوقته النهارده غالي. لا هو مش النهارده غالي، هو كل يوم في الشهر. تمام. في حاجه اسمها شعور ابيض، تمام، اللي هو الشنقان. بالظبط كده، ده ب 170 و 180. انا اجيبه ب 200 جنيه بس او صنار، ويجي لي تالت تقول له الله يبارك لك. فعلا يا جماعه كلامه صح. لكن لو اجيب لك سمك من جوه في بطنه ريحه ب 170 جنيه ولا ب 180 جنيه هتزعل. يقصد يا جماعه بالسمك الابيض اللي هو مشبوك في الغزل وبيبات في الميه، فبيبقى بهتان يعني، فايدته والمتعه بتاعت جمال طعمه كانك انت دوبت الحلاوه اللي فيه. لكن النهارده لما يجيب لك سمكه سنار ب 200 وتستطعمها وتقول الله ينور، يبقى ده دي الفايده. مش هاكل عيش انا مثلا مؤاخذه وارمي فلوسي على الشط. اصل انا مش واقف في السوق عشان انت مش هتجيلي مره وخلاص على كده، انا واقف في محل. تمام. انا عايزك تجيلي تاني. ومن ربي زبون. السيليه الجميله دي يا ابو حميد. بصوا يا جماعه، السيليه دي مفيش حد بيختلف عليها في اكلها. بتاعت السوايس. دي شوي بالرده ودقه ولا شوي فرن عادي؟ احسن الاثنين يمشوا يا جماعه. بس دي يا جماعه اللي كل السهليه وعارف طعم السهليه معشوقه كل بيت وكل سفره. بكام ده يا ابو حميد؟ السلام 150. 150 سعر ممتاز يا جماعه. تمسك السجنايه تتك على بطنها كده، اذا ما حسيتش بقرص الدهن والكبده ولقيتها ناشفه، لو لقيتها مبقبقه وبتلعب بتلب يعني منفوخه على الميه، اعرف انها بطنها مش نظيفه. لكن لما تمسك السجانه وتضغط عليها كده وتلاقيها بسم الله ما شاء الله صلبه طولها، اعرف ان هي دي السجان دواء. ايه؟ دواء العيال. مش كده؟ يعني اللي عنده برد وعيال ما يخافش طبعا. ياكل السجان وقلبه مطمن. بكام السجان الجميل جدا ده؟ ب 100. انا عايزك تصحى من النوم تجي لي بعد كده. لا السجان يا جماعه ب 100 جنيه يعني يزيد الخير والناس كلها تعرف ايه تاكل. التباره الجميله المحمله دي ظهرها محمل دي يا ابو حميد. بتاعت بورسعيد. مزارع بورسعيد يا جماعه مشهوره بالبوري والطباره والشبار المزارع. بص يعني انت تاكل سمكه محمله ولا تاكل سمكه هزيله؟ محمله طبعا. محمله دي في السنجاري يا جماعه يبان الشغل فيها، مش كده يا ابو حميد؟ تمام ماشي. بكام الطباره النهارده؟ الشوط بتاعها ب 150. 150. وطبعا الماكريل مفيش بيت بيستغنى عن الماكريل. بكام الماكريل؟ 120 بالشوي. 120 بالشوي. ونخش بقى يا جماعه، عايز تقول حاجه؟ خش على الجانب المميز، الشبار البلطي العين اللي بتلمع. لو سمكايه عينيها مش حلوه، جيب لك يجيلك نفسك تاكلها. هتبقى بايته. بايته مالهاش طعم. اكيد. الفايده بتاعتها راحت. لكن انت بتاخد سمك بص عامل ازاي بيطلع.
بكام الشبار ده يا ابو حميد؟ بالشاور ب 100 جنيه. 100 جنيه. وعنده حجم تاني بالشاور 90. والله ما فرقتش يا جماعه يعني، والله كل واحد وايه. لا بيفرق يا جماعه، ده ب 100 جنيه اه يعني، ده 3 سمكات في الكيلو، ده 4 ده 4. لا خدوا 3 سمكات عشان تحس انك انت ايه، تاكل لحم سمك ممتاز كده. اتفضل. وعنده البره برضه حجم تاني ب 120 بالشوي. 120 بالشوي. كده يا جماعه خليها سمك النهارده اختيار موفق جدا في هذا الاسم، لان فعلا انت لو بتصحى من النوم تبقى محتار تاكلوا ايه يا اولاد النهارده. خليها يا جماعه او الاولاد يا بابا خليها سمك النهارده، فهي خليها سمك النهارده. وبكده هقول لكم في شغل شيف، نشوف يا جماعه شغل الشيف ده المفاجاه. ده المفاجاه. لا لا لا، شغلي في اي بي كلمال وكابوريا، ده طبق معين طبعا، مفيش سفره تتحط الا لما يكون فيها حاجه مشهيات او مقبلات. الاكله بتنجان المحشي والفلفل ده مهم جدا 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 لكل بيت. السلطه الخضراء برضو مفيش حد يستغنى عنها في اي طبق. طبعا اساتذه الطحينه مع السمك واجب لازم يجمع. ومفاجاه المفاجات، وطبق مميز جدا، رز صياديه احمر بالكاليماري والجمبري. بصراحه يعني كفايه انك تتفرج عليه ويفتح نفسك بالتدريج وتروح غطسان فيه. وانا يا عم احمد اوعدك مش هخليها سمك النهارده، هخليها سمك النهارده وهخليها كل يوم سمك. شفت بقى يا جماعه، النهارده وكل يوم هيحط شعار تاني بعد ما تقتنع النهارده خليها سمك النهارده، خليها كل يوم سمك. والجوده اللي هتجيبك، والجوده اللي هتجيبك احلى كلام واحلى سفره ممكن تتقدم لك باذن الله.